الحالة كانت يوم 15، وانتم تعلموا الظروف اللي راهو يمر بها المجلس الشعبي الوطني. احنا يعني درنا جلسة مصغرة لمكتب اللجنة وقررنا إعادة الإحالة، وهذا كما تعلموا أنه القانون النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني في المادة نتاعو 56 تنص على أنه الرئيس يحيل إلى اللجنة المعنية بعد الاجتماع بمكتب المجلس. مكتب المجلس متكون من رئيس المجلس وتسع نواب. تعرفوا باللي ثمان نواب من تسعة يعني راهم رافضين التعامل مع سيد رئيس المجلس الشعبي الوطني، وبالتالي احنا كلجنة مالية ارتأينا انه إعادة الإحالة، لأنه لما تكون الإحالة على مستوى لجنة المالية يعني تاريخ الإحالة يحسب على اللجنة، وبالتالي قررنا إعادة الإحالة إلى حين اجتماع مكتب المجلس والقرار الذي يأخذه مكتب المجلس اللجنة تكون ملزمة بتنفيذه. هذا حسب الكتل البرلمانية اللي هما يعني طبعا خمس كتل، ونفس خمس كتل اللي يعني صوتت على سيد رئيس المجلس الشعبي الولائي هي اللي راهي سحبت منه.